السلام عليكم الاخوه الاخوات ومرحبا بكم في الفيديو جديده. الصراحه هذا الفيديو ما عرفتش في اين كاتيجوري نديرها، قلت واش نديرها في الفلوج ولا نديرها في الستوري. بالنسبه لي زيتود اون فرونس ديك او او اف ما غاديش نديرها فيها حيت غير خاصه بلي زيتود. في هذا الفيديو جديد كيف كتشوفوا في التيتر ندوي لكم على كيفاش تجيو من المغرب لفرنسا عن طريق الخدمه. واقيلا غنديرها في كاتيجوري ديال لي فلوكس، يعني اون جينيرال حيت ستوريات كنعاود فيهم لي زيستوار ديال بنادم والمسائل. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو، انا هاد المعلومات جمعتهم بزاف من كاع الجوايع وخصوصا خديتهم من عند لي كوليك ديالي في الخدمه. كنشكر السي كريم والسي مصطفى اللي عطاوني التصريحات ديالهم، يعني الاكسبيريونس ديالهم ملي جاو من المغرب حتى لفرنسا عن طريق الخدمه. وحاولت نجيب معلومات من عندي على حسب لي ريشيرش اللي درت. دوكو الا قلت شي حاجه غلط حاولوا تصححوها ليا تحت في الكومونتير باش كلشي يستافد. وحاجه واحده اخرى نسيت، ما تنساوش ديما تبارطاجوا الفيديو وديروا لي جيم. لي جيم راه كاين الاخوه اللي كيصحابني كنتخلص على لي لايك ولا شي تخربيقه. هذاك لي جيم غير على الموتيفاسيون بنادم اللي كان كيبان ليا بزاف ديال لي جيم 500 جيم والفوق، يعني كنت موتيفا كنقول الناس يعني صا انتريساتهم هذا الفيديو ولا شي حاجه. كاين اللي كيتفرج وكيعكز يورك على الجيم الوغ كيورك في فيديوز اخرين تافهين. انا جو بونس انه كاينين بزاف الطرق اللي يخليوك تجي من المغرب لفرنسا عن طريق الخدمه. بالنسبه لهذا الفيديو انا ليستيت غير ثلاثه الحوايج اللي عندي عليهم معلومات، كان شي واحد عنده حوايج اخرين يحطها في الكومونتير يعني باش كلشي يستافد. المهم هاد ثلاثه الحوايج اللي ليستيتهم هما: اول حاجه لا كوبتاسيون، ان شاء الله غنشرح لكم كلشي في هذا الفيديو. لا موبيليتي انترناسيونال اللي تقريبا بحال الكوبتاسيون. واخر حاجه اللي هي لا ميوتاسيون. تفوس ان بنادم ما فهمش هاد اللقطه ديال الميوتاسيون خريطاسيون شي تخربيق هكاك فيهم اسيون صافي راك تخربق. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. اول حاجه اللي ندوي عليها هي لا كوبتاسيون. شنو هي لا كوبتاسيون؟ هي لا ريكومونداسيون دو كيلكان. بحال انت كتجيب شي كوليك ديالك او شي صاحبك كتغوكوموندي للشركه اللي فين خدام انت، فهمتي؟ نعطيكم واحد ليكزومبل سام. انا خدام في واحد الشركه ا، وديك الشركه جات عندنا قالت لينا كنقلبوا على دي ديفلوبور ولا على دي تكنيسيان ولا شي حاجه بحال هكا. كيصيفطوا للجروب كامل يعني الشركه كيقولوا لهم الا كنتو تعرفوا دي كوليك ديالكم خدموا معاكم شحال هادي ولا اصدقاء ديالكم ولا خوتكم ولا شي واحد يعني في هاد الدومين اللي باغين حنا، صيفطوا لينا السي في ديالو حنا غنشوفو الا كان انتيريسون داك السي في الا كان عجبنا غنكونتاكتيو وبحال هكا وغادي لي ديمارش. فوالا هادي هي لا كوبتاسيون جينيرال. بحال قلت لك توصي لونتربريز ديالك على شي واحد. دابا بحال اللي قلت لكم ديك الشركه تقلب على ديفلوبور، انا صاحبي ديفلوبور ويب عنده هاد 3 سنين ولا 4 سنين ديال ليكسبيريونس، غادي نمشي غنعطيهم السي في ديالو وما يكونتاكتيو. هاد اللعيبه كتصدقت من المغرب، يعني من المغرب كتصدق بزاف تاهي عاوتاني. وهاد اللعيبه ديال الكوبتاسيون كيقلبوا عليها بزاف صحاب لي اس اس 2 زي، الشركات كيتسموا اس اس 2 زي اولا هادي السميه القديمه ديالها او السميه الجديده كتسمى او اس ان. هاد لي اس اس 2 زي بحال قلتي كتخدم بزاف ديال الناس وكتبقى تصيفط لوغ كليون. دابا هما عندهم دي كليون خدامين معاهم كيبداو يصيفطوا عندهم اون ريجي، يعني كيصيفطوهم يخدموا عندهم سوغ بلاص ولا شي حاجه بحال كيبقى يكريوهم النهار. هادشي باش كيجيبو هما الفلوس. في المغرب ما كاينينش بزاف يعني يلاه بداو كيديفلوبو من غير شركات لي انترناسيونال باغ اكزومبل اللي خدام فيها انا. المهم بالنسبه للشركه ديالي انا فين خدام دابا اكشوالمون، يعني على حساب واحد الاي اش اللي كان سولت على هذا الموضوع قال لي كوم كوا كيغوكريتو بنادم من المغرب بزاف ولكن كيطلبوا واحد ليكسبيريونس اونتر 5 اي 8 طون ديكسبيريونس، يعني باغ اكزومبل خصوصا لي ديفلوبور. اكثر ديفلوبور قلت لكم شحال هادي يعني كيغوكريتوهم بزاف. لي زوتر دومين يعني كيكونوا شويه قليل، يعني يفضلوا يغوكريتو شي واحد هنا في فرنسا على يغوكريتو شي واحد في المغرب. والناس اللي عندهم غير دو زاني ديكسبيريونس جو بونس با سافا مارشي. تقدر تخدم مع شركات اخرين صغار يلاه بادين ولا شي حاجه بحال هكا، مي جو سي با اكزاكتومون حيتاش المساله ديال الاوراق، يعني باش كيجيبوك من المغرب راه كيضربوا عليكم تماره، يعني بزاف الاوراق كيطلبوهم ليهم تخربيق اون جينيرال. وبالنسبه لهاد الكوبتاسيون داك السيد بحال انا اللي غنجيب شي واحد وصدق ليهم يعني عيطوا عليه ودوز لونتروتيان وغوكروتاو من بعد داز شهور بحال هكا كناخذ عليه انا واحد لابريم. داك لابريم كتراوع على حساب لي زاني ديكسبيريونس ديالو، يعني تقدر تكون 500 اورو الفوق تاخدها غير مره. المهم هادي لا كوبتاسيون اللي ما فهمتوهاش عاودوا الفيديو. ندوزو لثاني حاجه اللي هي لا موبيليتي انترناسيونال اللي كتبان ليا تقريبا بحال هاد الكوبتاسيون. المهم هاد لا موبيليتي انترناسيونال بحال قلتو كتكون واحد لي زونتربريز مكلفين بالريكروتمون على ليترونجي يعني في الانترناسيونال. هاد لي زونتربريز كيكون عندهم شراكات مع دي زونتربريز هنا في فرنسا. داك لي زونتربريز كيقولوا ليهم راه حنا باغيين دي ديفلوبور ولا شي حاجه بغيناهم على واحد لا ميسيون ديال عام عند شي شركه ولا بحال هكا. انا علاش كندوي لكم على دي ديفلوبور بزاف حيت هما اللي مطلوبين بزاف هنا بالنسبه لهاد لي كا. ما عرفتش واش كاتشي كيصدق بالنسبه للميكانيسيان ولا تكنيسيان في الكترونيك ولا الكتريك وداك الشيء ديال ما عرفتش لي زوت دومين، سمحوا لي الاخوان اللي دايرين لي زوت دومين مي ما عرفتش اكزاكتومون بحال اي اش هادشي جو بونس با واش سا مارش.
المهم كيف قلت لكم داك لي بارتنير ديال داك الشركات اللي كيمشيو يقلبوا على بنادم في برا كيقولوا لهم باغين باغ اكزومبل شي واحد عام ف باغين نخدموا عند واحد الشركه اش كيديروا هما كيمشيو لبلدان فين مانستالين حيت كيكون عندهم دي سياج باغ اكزومبل واحد لونتربريز اللي نقول لكم سميتها ولكن جو سي با كومون سا مارك سميتها كوبتاليست بغيت كونتاكتيو وشوف نتوما حرين باغ اكزومبل هاد لونتربريز عندها دي سياج في المغرب عندها كازا الرباط شي لعيبه بحال هكا كيجيو هما باغ اكزومبل كازا كيقولوا كيصيفطوا لبنادم دي ميل او عن طريق لينكدين او عن طريق بزاف ديال لي ريزو سوسيو ديال بروفيسيونيل كيمشيو كيكونتاكتيهم كيقولوا لهم كون كوا حنا انتريسي با فوت بروفيل بغيتي تجي دوز عندنا اونتروتيان كاين واحد لا ميسيون ديال شي واحد في برا الا بغيتي تجي تخدم في فرنسا عام جي مرحبا كيجيك تمشي كدوز لونتروتيان صافي كيشرحوك الميسيون ديالك يعني اون جينيرال شحال عندك ديال لي زانيز اكسبيريونس سي في ديالك وداكشي اون فوا لا قبلوك يعني كدوز من دوطخ ايتاب اللي ضروريين قبل ما تمشي لفرنسا بزاف زوينين هاد الشركات كيتكلفوا لك بهاد الحوايج ادمينستراتيف في المغرب اولا في فرنسا اول حاجه اللي كيديروها كيصيفطوا الدوسي ديالك لا ديريكت هاد لا ديريكت ديجا راه حتى في واحد الفيديو قديم ديال جوب ايتوديون اللي ما فهمهاش يلقاها في الديسكريبسيون يصيفطوا داك الديريكت داك الديريكت كدرس الدوسي ديالك كتشوف واش هو انه مزيان وداك لي زاني ديكسبيريونس سي في وداك داك الخدمه اللي غادي تخدم فيها هنا في فرنسا بزاف د الحوايج اون فوا عطاوك الكونفيرماسيون كوم كوا راه تجي تقدر تخدم في فرنسا كيصيفطوا داك الدوسي ديالك للوفي لوفي كاين في المغرب لوفيس انترناسيونال شي حاجه ديال لي زيترونجي كيصيفطوا لك في المغرب كتمشي كدوز عندهم الفيزيت ميديكال وديك التخربيق ديالهم يعني واقيلا جو بونس كيا بيتي اونتروتيان جو بونس كيا بيتي اونتروتيان كتمشي كدوزو بيناتكم صافي كيعطوك داك لوفي كلوفي كتكون فاليديتي ديالها 3 شهور يعني خصك تجي حتى لفرنسا وتطلب داك تيتغ سيجور اللي غيعطيو لك هنا في بريفيكتور ديال المدينه فين تسكن بالنسبه لهاد القضيه اللي كندوي عليها هو ان التيتغ سيجور اللي يعطيه لكم هو اون طونك ترافايور تومبورير يعني ماشي دائم يعني عندك واحد عام ماكسيموم بحال هكا من غير لا لقيتي شي شركه اخرى في نفس العام تقدر تبدل التيتغ سيجور عندك دابا نجيو لها من بعد اللي خايب بالنسبه لهاد لو تيتغ دو سيجور انه ما كيكونش عندك لي زافونتاج ديال سالاري ما كتكونش عندك سيكوريتي سوسيال داكشي ديال لا ميتويال جو بونس لي تيكي ريست داكشي ما كيكونش عندك يعني انت كتكون جاي من المغرب عن طريق اون ميسيون كتجي ديرها في فرنسا السالير ديالك كيكون في المغرب ولكن لي بريم ديال لي ميسيون باغ اكزومبل دوزتي شي ميسيون ساليتيها كيعطيك واحد البريم معاك سا ديبون لي زونتربريز هذيك لا بريم كتحسب هنا يعني في فرنسا بحال كتاخدها في فرنسا انت اللي ما كنتيش كتوصل ديك السوي اللي خصك تخلص فيه لي زامبو يعني ما تخلصهمش نورمالمون داك لي بريم ديال لي ميسيون كيكونوا صغار وبالنسبه لعام واحد عمرك ما توصل ديك السوي وباش مزيانه انه ما كتخلص لي زامبو كيف قلت لكم ولي زامبو معروفين بانهم غاليين في فرنسا بزاف خصوصا لك تيكتوشي بزاف بالنسبه لهاد القضيه يعني كتعتبر انك ان سالاري ديطاش دوزو دابا للثالث الحاجه اللي هي لا ميوتاسيون كتكون سهله تقريبا يعني كتكون ديك لونتربريز ديالك اللي كانت انترناسيونال يعني كاينه في المغرب وانت خدام فيها يعني كيقدروا يبروبوزيو عليك تخدم برا سواء انت كتبروبوزي عليهم كتقول لهم كون كو راك بغيتي انتريسي تخدم برا هما لك الا كان البروفيل ديالك زوين وعندك لي زاين ديكسبيريونس يقدروا اكسبتيو لك يعني تقدر تجي تخدم هنا عن طريق لا ميوتاسيون شنو هي بحال كيجي كيحولك من المغرب كيحولك فرنسا بالنسبه لا ميوتاسيون لونتربريز ديالكم كتكلف كل شيء يعني بكاع لي ديمارش فرونسيز لي ديمارش ادمنستراتيف هنا ولا في المغرب يعني كيعاونوكم زيد بتجي لنا المهم نتمنى ان هاد ثلاث الحوايج تكونوا فهمتوهم مزيان وتكونوا استفدتوا في هذا الفيديو مازال باقي ما سالتش الفيديو حيت غندوي لكم على واحد اللعيبات اللي خصكم تحضروا معاهم يعني اون فوا تكونوا سينيتو شي كونطرا من المغرب وتكونوا باغيين تجيو لهنا لفرنسا اول حاجه اللي خصكم تحضروا معاها هي السالير اللي كيطلبوا لكم باغ اكزومبل نتوما هادشي ما كتعرفوش ما عرفتش واش كاين هادشي في المغرب ولا لا باغ اكزومبل شي واحد قصر عليكم انه واحد السالير ديال 48000 اورو في العام 48000 بحال قلت 48 حنا ندويو في الدرهم بحال كطرادوي بالدرهم نيشان بحال قلت 48 مليون في العام داو مع داك الطو دو كونفيرسيون حيت راه ماشي لا ميم شوز راه اقل بحال قلت 48 مليون في العام هادي اللي قالوا لكم بروت حيت دابا 48000 اورو اللي قالوا لكم بروت يعني راه ما غاديش توش 48000 يعني خاصك تحولها للنت النت اللي بغى يعرف شحال غيتوشي اكزاكتومون نوريكم واحد ليا هو سميتو سالير بروت اون نت راه كيطرادو لكم كلشي كي كونفيرتي كلشي كديروا السالير ديالكم بروت وكيحولوا النت بغيت بحال قلتي السالير الاول اللي كتاخذو عاد ديك الساعه كيبقاو يحيدوا منهم داك لي زامبو ديال الدوله وداكشي اللي كيبقى لك يعني كيتسمى نت دابا داك 48000 بغيت اللي حولناها النت تولي لكم 37000 شي حاجه تقريبا بحال هكا
يعني كي تمشي كتولي بحال كتولي بحال 37 مليون ولا 36 مليون على حساب نتوما كيفاش هتطردوا. اللي جاتكم بالشهر 3100 وشي حاجه نورمالمون في البروت غتبقى تجيكم 4000 اورو اللي قلنا بغيت اللي حيدنا من الناس ميت وداك لي زامبو غتجيكم داك 3100 تقريبا. وهادو اللي قلت لكم بحال قلتو لي كوتيزاسيون داكشي ديال لا روتريت والتخربيق السيكوريتي سوسيال وشحال من حاجه يعني هما فاش كيحيدو هادشي. دابا كاينه حاجه اخرى اللي هي كتسمى لا بريليفمون على سورس بحال قلتي لي زامبو تما لي زامبو يعني ديال الدوله كيحيدهم ليكم. في الاول كان كنتي كديكلاري في شهر 5 كديكلاري لي زامبو ديالك شحال السالير ديالك شحال كنتي توشي هكا هكا. وفي شهر 8 ولا شهر 9 كيحيدوا لك بحال قلتي شي 2000 اورو تقريبا بحال هكا من داك السالير ديالك نورمال يعني كتمشي لك نيشان. دابا شنو داروا ابتداء من 2019 يعني ولاو كيسميو بريليفمون على سورس يعني كيحيدوا لك ديريكت من السالير ديالك نت. باغ اكزومبل تاع توجي ديك 3100 نت هذيك 3100 يحيدوا منها واحد 500 ولا 300 ولا 400 يعني كتولي تجيك هذيك 2700 اورو يعني باغ مو. تخيلوا معايا باغ مو على بلاصه هادي حسن. علاش؟ حيت في الاخر ديال حسن ما يحيدوا لك في شهر 8 ولا شهر 9 كيجمعوا لك كلشي وكيحيدوا. هادي قلت لكم يعني كيحيدوا لكم على سورس يعني باش ما كدق ما تجيكش الدقه في الاخر ديال العام لما كنتيش داير الاحتياط يعني هاد ضربك تضرب. المهم كاينه هادي وكاينه عاوتاني حاجه اخرى اللي هي لا سيكوريتي سوسيال اللي ما كيكونوش عارفينها بزاف الناس. ما غاديش ندوي عليها في هذا الفيديو باش ما يكونش طويل. اللي كان انتريس ان شاء الله يخليها في كومونتير. ونتمنى ان هذا الفيديو تكون عجبتكم وما تكونوش تلفتوا بزاف حتى الصعيبه بزاف صعيبتها. ولا كنتي اول مره كتفرج في مي فيديو تابونا عندي في يوتيوب ولا في انستغرام تاعو ودير جيم وبارطاج والله يعاون. يلا تهلاو الاخوان.